بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الآلام ديال المفاصل، من البرودة، من الهشاشة ديال العظام، كيكون واحد الآلام فظيع في الظهر، وكيكون كذلك يعني بين الكتفين أو لا في الرقبة، كذلك كيكون واحد الآلام يعني في الكتفين. بزاف الناس اللي ما كيقدروش كيتمشوا بالبرة كاع، ما تيقدروش كاع يطلعوا في الدروج، ما كيقدروش يتمشوا واحد المسافة، يعني كيكون عندهم واحد الآلام في الركب، كذلك في القدمين ديالهم. فاليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة يعني المفعول ديالها كالسحر، أقوى من أي دواء في علاج الآلام ديال المفاصل. مجرد ما غادي تجربوها الآلام غادي يزول بصفة نهائية، غادي تجربوها وغترجعوا ترحموا لي عليها الوالدين. من أقوى الوصفات اللي كتعالج وكتقضي على الآلام ديال المفاصل، يعني داك الآلام كله كيزول بالمرة مجرد ما غتستعملوا ان شاء الله هاد الوصفة هذه اللي غادي نشاركها معكم اليوم. فحتى نتوما ما تخليوهاش توقف عندكم، بارطاجيوها الماكسيموم توصل اكبر عدد من الناس يستفدوا منها. كذلك ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، خليو لي شي تعليق زوين في حالكم. الا كنتو جداد تنقول لكم مرحبا بكم في القناة، ما تنساوش الانضمام للعائلة ديالنا، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وغادي نبداو على بركة الله. بالنسبة لهاد الوصفة غنحتاجو فيها الأول مكون اللي هو البصل. من أحسن تستعملوا بصل يكون أحمر، داك البصل الأحمر اللي كيكون بصلك تكون حمراء هي اللي غتستعملوا إن شاء الله فهاد الوصفة هذه. مهم غنحتاجو هنايا عصير البصل كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كناخد واحد البصلة تكون متوسطة وكنحكوها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. فالطريقة سهلة والمكونات سهلين وبساطين، وغير من المطبخ ديالكم غتحضروا هاد الوصفة هادي. عندنا هنا تاني مكون كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو الزنجبيل طري، يكون طري كما كتشوفوا معايا، يعني ما غاديش نستعملوه مطحون، غنستعملوه هنا طري هكا كما كتشوفوا. غناخد واحد القطعة هكا ديال الزنجبيل اللي تكون شوية كبيرة، وحتى هي بنفس الطريقه اللي درنا البصله في الاول، حتى هي غنحكوها عادي كما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه لهذا الزنجبيل او لهذا المكون الثاني، فهو تيقضي لنا على الالام ديال المفاصل. بالنسبه للناس اللي عندهم الهشاشه ديال العظام، مفيد هذا الزنجبيل، مفيد بزاف، يعني دهنوا به يعني المكان، يعني استعمال موضعي، دهنوا به المكان اللي عندكم فيه الالام، كيقضي على الالام، تيقضي على الالتهاب ديال المفاصل. ممكن كذلك تناولوه كمشروب مع الشاي، تستعملوه كمشروب كيسخن الذات، مفيد حتى هو الالام المفاصل، يعني تناولوه كمشروب كيجي زوين ومفيد. هنا خديت هاد المكونات كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نصفيوهم وناخدو غير داك العصير ديالهم. وبالنسبة لهاد الزنجبيل الطري راه ممكن تضيفوه يعني الأطعمة ديالكم، ممكن ان يعني تناولوه كيف ما قلت لكم كمشروب مع مثلا الشاي، فهو كيسخن الذات، يعني مفيد بزاف للناس اللي كيعانيو من هاد المشكل هذا ديال البرودة وديال الهشاشة ديال العظام، يعني الآلام ديال المفاصل تيقضي عليه هاد المكون هذا. هنا كما كتشوفوا معايا خدينا هاد العصير ديال هاد المكونات بجوج بيهم بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نضيفوا عليهم خل التفاح كما كتشوفوا معايا، غنستعملوا خل التفاح. خل التفاح حتى هو مفيد بزاف للالم ديال المفاصل، حتى هو من بين المكونات اللي تتعالج لنا الالتهاب ديال المفاصل، فضروري تستعملوا في هذه الوصفه. غادي نستعملوا ملعقه كبيره كما كتشوفوا معايا، غنضيفوا على دوك المكونات. ونخلطوا كما كتشوفوا معايا، وحتى بالنسبة للبصل اللي ما
تكلمش لكم عليه، حتى هو يعني من بين افضل العلاجات الطبيعيه اللي كتقضي على الالم ديال المفاصل، بحيث كتخفف لينا من داك الالتهاب ديال المفاصل. يعني الحريق ما كيبقاش، يعني كيتحيد ملي كتستعملوا ان شاء الله هاد الخلطه هذه. درنا خل التفاح وكذلك زيت الزيتون، حتى هو مفيد بزاف في هذه الوصفه. ونخلطوا الوصفه مزيان كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو، حتى هذوك المكونات كيندمجوا لينا. الوصفه خلاص سهله كما شفتوا معايا وبسيطه، والمكونات كلها عندكم في الدار. من بعد غندوزو تعرفوا معايا على الطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه. اول حاجه هذه الوصفه ملي تبغيو تستعملوها غادي يعني تستعملوها غديروا بها واحد التدليك للجسم ديالكم، يعني المكان اللي عندكم فيه الالم، اي مكان عندكم فيه الالم ديال المفاصل، فغتاخذوا هذه الوصفه هذه وغديروا بها واحد التدليك كما كتشوفوا معايا في الفيديو، بحركات دائريه، يعني واحد المساج غديروه للمكان اللي عندكم فيه الالام بهذا الشكل هذا، واحد المده ديال واحد 5 دقائق وانتم كديروا هذاك المساج بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. وركزوا ركزوا على المفاصل ديال الجسم ديالكم، يعني المفاصل اللي عندكم فيهم الالام، يعني مشيو دائما غتمشيو البلاصه اللي عندكم فيها يعني دوك المفاصل، باش هكا يعني الوصفه تجربوها ان شاء الله وتعطيكم نتيجه، واكيد غتعطيكم ان شاء الله نتيجه لان الوصفه هذه مجربه وكتعطي واحد النتائج 100%. من بعد بقى غديروا هذاك المساج، فهاد الوصفه هذه ممكن يعني تخليوها حتى تنشف، يعني حتى تنشف مزيان وحتى عاد المكانه هكا تنشف عادي وتغسلوها. ممكن كذلك ديروها في الليل وتنعسوا الى كان يعني ما يزعجكمش او ما تزعجكمش هذيك الريحه ديال البصله، الى كان يعني تقدروا تستعملوها مثلا في الليل وتباتوا بها. كنتو ما تقدروش غتستعملوها فقط يعني غتنشف واحد ساعه هاد المكانه وغادي تغسلوا داك المكان. وهاد الوصفه هذه غديروها بشكل يومي، يعني بشكل متتالي، يعني يوميا غديروها ان شاء الله، وغتلاحظوا واحد التحسن، يعني في واحد الوقت اللي قصير بزاف غيبان لكم واحد التحسن ان شاء الله. وهاد الوصفه هذه راه مجربه 100%، اي واحد تيعاني من الام المفاصل فما تردوش انكم ديروا هاد الوصفه لانها ممتازه جدا، وكتحيد الحريق، كتحيد داك الالم، وكتعطي واحد النتيجه اللي مزيانه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. الا بغيتوا تسولوني على شي حاجه مرحبا، يعني هبطوا لاسفل الفيديو يعني في التعليقات، وخليوا لي يعني السؤال ديالكم او لا اي ملاحظه اي حاجه، مهم خليوا لي التعليق ديالكم، وما تنساوش تخليوا لايك، وفي امان الله.